في العاصمة عدن ترأس رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي اجتماعا موسعا لهيئة رئاسة المجلس ورؤساء اللجان والدوائر في الجمعية الوطنية والأمانة العامة والهيئات المحلية في المحافظات والمراكز واللجان التخصصية التابعة للمجلس. وأكد الرئيس الزبيدي على أهمية هذا الاجتماع في تقييم عمل المجلس على مدى الخمس السنوات الماضية للحفاظ على ما تحقق للجنوب سياسيا وعسكريا وتلافي أوجه القصور وتصحيح أي عجاج، مشددا على ضرورة العمل على تطبيق مخرجات اتفاق ومشاورات الرياض اللذان نقلا الجنوب إلى وضع جديد سياسيا وعسكريا، وكذا تطبيق ما جاء في التوصيات والقرارات التي حمل البيان الختامي للدورة الخامسة للجمعية الوطنية باعتباره خارطة طريق للمرحلة الحالية. واستعرض الرئيس الزبيدي مشروع إعادة هيكلة هيئات المجلس ومسودة تطوير بنائه التنظيمي، مؤكدا أن هذا المشروع والمسودة باتا ضرورة لمواكبة تطورات المرحلة وتسريع وتيرة العمل وتفعيل دور هيئات المجلس لإنجاز المهام المنوط بها. إلى ذلك تطرق الزبيدي إلى الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية والتنموية وجهود تثبيت مداميك العمل المؤسسي في العاصمة عدن والمحافظات الأخرى، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل في جميع المجالات تلمس نتائجها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.